أجمل لحظات كرة القدم إنها تكون بأخلاق، تكون بروح. كرة القدم بدون أخلاق وبدون روح ليست كرة القدم اللي نعرفها، ليست كرة القدم اللي نعرفها. بالنهاية كرة القدم مجرد لعبة، مجرد لعبة تنافسية تنافس بشرف ما بين اللاعبين، لا تستحق منا أن نزعل عليها، ولا تستحق منا أن نأخذ موقف بسيط ما بين اللاعبين وأيضا مع أنفسهم. جميل جدا بعد كل مباراة تنافسية، بعد كل نهاية مباراة، أنك تواسي زميلك وتحضن زميلك وتعطيها الطاقة وتذكره أن هذه لعبة، مجرد لعبة لا تستحق الزعل. نعم بكرة القدم أنت خصمي، لكنك لست عدوي أبدا. مهما حدث لن تصبح عدوي، لأنها مجرد لعبة.